المعمل بتاع فيه غلط على اساس مش ترجعت من المعمل بتاع هنا انت يا دوب استويت عليهم انا سرقت هالزيتون هكا ولا ايه هذوم الكل هذا الكل من المعمل هذا كيف كيف هذا كيف كيف هذا مطيق شم فيها شفت الكاردو هذا كله تحت الرقابة الديوانية. شكون تبيع؟ عندك برشا تبيع. هذا ما يهمش صحيح. هذوك حاسبهم قداش من كيلو هذا. حكينا المدة الفارطة على الحملات الأمنية المنظمة الوحدات المشتركة للأمن الوطني والحرس الوطني في كامل تراب الجمهورية للتصدي للجريمة المنظمة للتصدي للخارجين عن القانون للقبض على المجرمين واللصوص. اليوم الحملة الأمنية موجودة مع وحدات الحرس الوطني في مرجع نظر نابل وفي ليلة واحدة المحجوز بالمليارات. باش نحكي لكم ربما على مخازن المحتكرين والخارجين عن القانون وقرابة 800 مليون بين بطاطا ومادة البصل في مخزن عشوائي. باش نحكي على السجائر المهربة وباش نحكي أيضا على المواد الغذائية للمضاربين والمحتكرين، لكن أيضا باش نحكي على جريمة وربما أكثر صدمة لما تشوفوا الصور وأتحدث على لصوص من الوزن الثقيل. تسمعوا الناس كل بلصوص النحاس، نحاس اللي يتقلع، نحاس اللي يخرج من المصانع مسروق أو أيضا من مؤسسات وطنية أو أيضا لشركة الكهرباء والغاز أو أيضا أملاك المواطنين. اليوم قضية الحال فتنوا لها وحدات الحرس الوطني بطبيعة الحال بعد تحريات وتقصي ومتابعة على امتداد أسابيع وصلوا إلى عش الدبابير المكان اللي يخفيوا فيه كميات كبرى صادمة إلى حد الآن يقع التعداد متاعها لمعرفة القيمة الحقيقية. بطبيعة الحال عرفوا المصدر منين قاعد يتسرق وفم البرة موجود أحد المسؤولين متاع المصنع اللي هو تونسي أجنبي للأسف يشغل في المئات إن لم نقل الألاف من التونسيين، لكن أيادي الفاسدين بطبيعة الحال تتعمد التخريب، تتعمد السرقة، تتعمد إخفاء المسروق وبكميات صادمة. أتحدث على نحاس وسطروا عليها مليح. الأسئلة نتاعنا كيفاش خرجت، منين خرجت، خاصة أن المؤسسة مصدرة كليا. لكن قبل كل شيء برافو لحنكة وحدات الحرس الوطني، الناس الكل بالزي النظامي باللي استقاوا المعلومة، باللي تبعوا، باللي طيحوا الخيط متاع البلاصة بالضبط متاع المسروق اللي هو نحاس، والرجال يظهر لي قاعدة تحسب وإلى حد الآن ما يعرفوش القيمة الحقيقية متاع المسروق، لكن تبقى كميات كبرى.
في إطار تصدي لظاهرة الظواهر الإجرامية بمرج نظر وبتنشيط شبكة المرشدين، أمكن لنا هذه الليلة من ضبط مخزن عشوائي يستغله أحد العناصر الإجرامية في تخزين كمية كبيرة كما تروا، كمية كبيرة من الأسلاك المعدة للتصنيع والتحويل تابعة لمصنع معناها تحت الرقابة الديوانية، مصنع ذي تونسي أجنبي متواجد بالجهة سيدي حماد مرج نظر مركز بركة الساحل، وعندهم مصنع ثاني في جهة نفيضة من ولاية سوسة. بعد توفرت لنا معلومات دقيقة عن أنه السيد ذي يستغل صفته كأنه عنده وسيلة نقل يقوم بنقل البضائع من المصنع الأول إلى المصنع الثاني. في الأثناء ثم حسب التحريات الأولية ثم وجود شبكة توطأ معاه في هذه المصانع. بعد بالتنسيق مع النيابة العمومية قمنا بمداهمة المخزن هذه العشوائي وتم ضبط الكميات هذه، وبالتنسيق مع الممثل القانوني للشركة المذكورة التونسية الأجنبية أكدوا لنا الممثل القانوني أنه البضاعة هذه تتبع الشركة المتضرة. قوم بالإجراءات بالطبيعة مع التنسيق مع النيابة العمومية بالاحتفاظ بنفر، وما زالت الأبحاث متواصلة في انتظار الكشف عن بقية الشبكة المتورطة في الموضوع الحال. الأبحاث متواصلة والمحجوز موجود كميات كبرى كما قلت، والأكثر معتها أهمية أنه المسروق القيمة متاعه كبيرة برشا، والنوعية متاع الخيوط خاصة أنه حاسية مهمة والكل معتها موجه للتصدير، لكن العبث والسرقة طلدته. واليوم احنا موجودين في مكان يعني شبه نائي، وحتى حد ما يصدق انه معناتها المحجوز هذايا الداخل، خاصة كي ترى البناية تقول بناية قديمة وما نجم يكون فيها حد شيء، لكن داخلها ممكن مئات الملايين القيمة متاعو اقل حاجة. اليوم يظهر لي الوصول للعش هذايا رغم الصعوبة متاعو، لكن امكن الوصول ليه وتثبيت السارق بالمحجوز. بطبيعة الحال بالنسبة للعناصر الفارة وسيرتو العناصر هذه الإجرامية اللي تستغل المناطق هذه المنزوية وفي أعماق مرجع نظر، في خصوص تو تشوف البناية هذه هي منزل قديم، منزل قديم تم معناها تسويغه في بلاصة نائية بعيدة عن الأنظار بعيدة عن المراقبة، لكن هذا المكان هذا ما يكونش معناها بعيد علينا وفي تحت عيوننا تو حتى واحنا في مرة ضر بحولها في مسيطرين عليه، وما يفوتناش حتى اي جريمة ممكن انها ترتكب في مرجع نظر بحوله، مش نقوم بكشفها وضبط المرتكبين متاعها. بطبيعة الحال اليوم صور شوية الميزان معتها اللي موجود، العملية منظمة، العملية منسقة، والأمور الكل ماشية في إطار يظهر لي وفاق إجرامي. موش واحد برك ينجم يعمل الحكاية هذه، كي ترى الكميات المهولة البرة وترى الميزان وترى الخيوط معتها ونحاس أنواع وأشكال والآليات اللي يستعمل فيها، ما ينجمش يكون واحد بركة إلا ما تكون معاه مجموعة أخرى تسهل وتنقل وتخزن وتقوم بالبيع والتفريط أيضا. أكيد بطبيعة الحال تو الكمية كبيرة ذي متاع المحجوزات هذه الموجوده في الاروقه وفي في في البيوت في المستودع هذه العشوائي، ما تكونش معناها عمليه السرقه تكون منفرده، ثم شبكه متورطه في الموضوع هذايا، وتحل البحث حسب تعليمات النيابه العموميه وجاري البحث بحول الله باش نكشفوا جميع الاطراف الضالعه في قضيه الحال. بطبيعة الحال زاد الوحدات نتاع الحرس الوطني المعلومات ما تخفيش يعني، والبحث انت متحفظ شوية، لكن يظهر لي فما خدمة سبقت وانتظار ايامات لمتابعة الخيط نتاع السرقة هذه الى حين المداهمة والقبض على السيد اللي يتزعم، في انتظار البقية اللي باش تشملها الابحاث. ويظهر لي اليوم اللي يخرج عن القانون ويحاول باش يعبث بالمؤسسات الوطنيه والا الخاصه القانون هو الفيصل. اكيد هو العمل الذي دام اكثر من اسبوع،
على خلفية كونه الشركة ذي المتذرة بشرة قضية في شبهة بتاع سرقة بتاع نقص مواد نحاسية في المصنع هذه اللي تحت الرقابة الديوانية. وسبق وقلنا عمل استرشادي واستعلامي مد دام أكثر من أسبوع. ومشكورين الأولاد والمنظورين في فرقة أبحاث وتفتيش في نابل وزملائنا في الأمن العمومي بركة الساحل، كان مجهود مشترك والحمد لله تمكننا في ظرف وجيز من إيمات اللي تم على الجريمة هذه اللي أثارت قلق في وسط معناها في المصنع الأجل ما بين أجانب والتوانسة اللي شركاء في المصنع هذا. وإن شاء الله مازال البحث متواصل كما حكيت لك، وإن شاء الله في الأيامات القادمة باش نكشفوا الأطراف متاع المشاركين والضالعين في الجريمة هذه. يعطيك الصحة. بطبيعة الحال احنا اليوم ورينا العملية هذه لأنه أيادي المخربين وصلت إلى المصانع، وصلت إلى أرزاق الناس، وصلت إلى رزق البليك، معناتها قطع الأسلاك النحاسية، العبث بالكابلات معناتها نتاع شركة الكهرباء والغاز في أكثر من منطقة. اليوم فما عصابات منظمة تبيع وتشتري وتنقل وتسهل استخراج النحاس وتحويله إلى مادة تصدر إلى الخارج. منين؟ من السرقة، من العمليات اللي كيف من هذه. واليوم الحاجة المميزة ربما الوحدات الأمنية الشباب اللي بالحق يحبوا بلادهم، وكم نحن في حاجة لمثل هذه العمليات للتصدي للمخربين والخارجين عن القانون. هذا دورنا وحدات الحرس الوطني، مشكورة كل بجميع أصنافها واختصاصاتها. احنا متجندين للمقاومة الجريمة إن شاء الله. هذيك هو تعليمات القيادة القضاء على الجريمة، وبحول الله تكون حق وحققنا برشا أرقام قياسية في الخصوص الموضوع الحال. ومازلنا بحول الله بمزيد البذل والعطاء، وهذيك بلادنا ونخدموها احنا، معناش حتى مزية. كيفاش تسرقت طرانة النحاس وخرجت من مصنع كبيرة برشا تحت الرقابة؟ شكون سرق؟ شكون انقل المواد هذه؟ وشكون قاعد يفرط ويبيع فيها؟ كلها أسئلة ستفككها الوحدات الأمنية في قادم الأيام، والعمل يظهر لي مازال متواصلا للقضاء على الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون في بلادنا.